ما زلنا مشاهدينا في متابعة للمشهد الانتخابي في السفارات المصرية والقنصليات المصرية حول العالم. ومن المملكة العربية السعودية وتحديدا من الرياض ينضم إلينا الدكتور حسن الجراحي رئيس بيت العائلة المصرية. دكتور حسن، يعني صباح الخير، تحياتي لحضرتك. صباح الخيرات. أهلا يا فندم. المملكة العربية السعودية لها وضع خاص، أولا كدولة عربية شقيقة، والجالية المصرية أيضا في المملكة العربية لها وضع خاص، أكبر جالية مصرية في العالم، يعني برقم يعني يناهز 3 مليون مصري. هل الرقم ده مظبوط؟ مظبوط طبعا. حضرتك عارفة عدد المصريين في الخارج اقترب من 14 مليون مصري. الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية تقترب من 3 مليون مصري، أكثر من 30% من المصريين في الخارج مقيمين في المملكة العربية السعودية. طبعا المملكة العربية السعودية لها ظروف تدريسية خاصة، إن المساحة شاسعة ومترامية الأطراف، وأربع مناطق: المنطقة الشرقية والغربية والشمالية والوسطى، ولكن ما بناش فيها إلا لجنتين انتخابيتين فقط، في القنصلية المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة. وده بيسبب مشقة كبيرة على المصريين عشان يروحوا يدلب أصواتهم في الانتخابات. لكن حب المصريين لبلدهم والانتماء اللي زاد في الفترة اللي فاتت اللي احنا فيها حاليا، والإنجازات العظيمة اللي تمت، خلت المصريين وأسرهم وأولادهم ييجوا بالسيارات والباصات لمسافة أكثر من 12 ساعة عشان يوصلوا من محل إقامتهم للقنصليات علشان يدلبوا صوتهم باختيار مرشحهم. نعم. أعتقد أن ده أكبر دليل على انتمائهم وتأييدهم لمرشح معين هم قادمين ليه، اعترافا بإنجازاته واعترافا بالتطور اللي حصل في الفترات الانتخابية السابقة. بالتأكيد، وهي نقطة مهمة يمكن إثارتها بعد كده، أنه يعني نهيب باللجنة الوطنية للانتخابات وبالهيئة الوطنية للانتخابات وبكل القائمين على العملية الانتخابية إيجاد يعني مقرات انتخابية في. والله إحنا طلبناها أكثر من مرة، وده مطلب قوي، وإن شاء الله بعد الانتخابات ما تنتهي المطلب ده هنطلبه من فخامة الرئيس بإذن الله. إن شاء الله. لأن حرام عامل بسيط 12 ساعة و13 ساعة يجي علشان يعبر عن حبه للقيادة، لازم القيادة تنتبه إن الناس دول صحيح بيترك شغله وبيترك راحته وبيجي حبا. والتمثيل في منطقتين كمان، إحنا ما بنطلبش قنصليات كتيرة، إحنا بنطلب قنصليتين اثنين، واحدة في المنطقة الجنوبية وواحدة في المنطقة الشرقية فقط لا غير. طبعا 3 مليون مصري على كل الناس. 3 مليون مصري يعني لا يستحق وجود اكتر من قنصليه. طيب خليني اتكلم النهارده على 3 مليون، عفوا يا اختي، 3 مليون عاشق للوطن، 3 مليون سفير، لان المصريين الموجودين في السعوديه باختلاف كل المصريين الموجودين في الخارج، نعم، هم نسيج وقطاع من الشعب المصري العامل والفلاح والدكتور واستاذ الجامعه ورجل الاعمال وجميع الطوائف. صحيح. هم بالفعل الجالية الوحيدة اللي بتمثل جميع طوائف الشعب المصري، ده حقيقي. طيب دكتور حسن، أسأل حضرتك النهاردة على يعني بداية اليوم الثاني للانتخابات في المملكة العربية السعودية، هل من أي مشاهد رصدتها في بداية هذا اليوم؟ الإقبال لغاية الوقت اللي احنا فيها إقبال مبشر، لأن امبارح برضه الإقبال زاد عندنا بعد صلاة الجمعة، لأن النهاردة كمان في عطلة في السعودية، العطلة الأسبوعية الويك إند، جمعة وسبت. نعم. فالمؤشر لغاية النهار لغاية الفترة اللي احنا فيها ده مطمئن، يعني لا يقل عن أمس. طيب بالنسبة لعدد المصريين الكبير في السعودية، بالتأكيد العمل وترتيب العمل بدأ من فترة طويلة قوي قبل الانتخابات، تحدثني عن فترة ما قبل هذه الانتخابات والاستعداد للانتخابات الرئاسية. احنا عملنا اجتماعات وعملنا لقاءات توعوية وعملنا كتيبات بإنجازات الرئيس، أنا شخصيا عملت كمية كتيبات ومذكرات دعائية لإنجازات الرئيس، اللي هي الإنجازات الحقيقية اللي تمت خلال الفترة السابقة، يعني لا شيء زايد ولا شيء ناقص، يعني إثبات تاريخ، وقائع التاريخ عشان تثبتيها ليكي ولابنك علشان يكون عارفها. في نقطة تانية غير ما احنا بنتكلم على الأعداد والتجهيزات اللي تمت، مش بس عشان اجتمعنا مع الجاليات وقلنا لهم الانجازات ولازم تروحوا تنتخبوا ولازم يكون في حشود ولازم تدي صوتك للي انت عايزه، لا، المصري المره دي في عنده وعي،
عارفة حضرتك الوعي جاي من إيه؟ من جاي إن هو لمس بذاته المصري في الخارج، الإنجازات اللي الدولة عملتها للمصري في الخارج دي ما تمتش قبل كده في تاريخ مصر ولا المصريين. المبادرات المتتالية من فخامة الرئيس، وطبعا بالدور الجميل والقيادي لوزيرة الهجرة، المبادرات المتتالية، مبادرة إن المصري يجيب سيارة، مبادرة تسوية الأمور التجنيدية في الخارج للمصري لغاية عنده يوصلوا له، مبادرة التعليم، مبادرة المعاش المبكر، مبادرة الودائع الدولارية، مبادرات متتالية ريحت المصري كان بيعاني فيها معاناة جديدة، وكان بيقول لك ما حدش حاسس بيا. الوقت لقى الدولة والحكومة هي اللي بتقدم له مبادرة ورا الثانية، بتقول قولوا أنتوا عايزين إيه؟ وزيرة نشطة، وزيرة لفت 8 دول في 10 أيام. كل دي التحقيق لمطالب المصريين في الخارج، فالمصريين في الخارج بدأوا يقولوا إحنا مهمين، فبالتالي لازم نعرب عن شكرنا وامتناننا للقيادة اللي ادتنا كل الاهتمام ده، إن إحنا حاضرين ومقدرين الدور اللي أنتوا بتقوموا بيه. نعم طبعا، فكرة أن المصري في السعودية كمان هو مصري، يعني يعود إلى وطنه، ليس مهاجر، هو بيعمل لفترة ويعود إلى وطنه مرة أخرى. برافو عليكي. أنا الكلمة دي اللي دايما بقولها في لقاءاتي مع مسؤولين أو مع الجالية، المصريين اللي هو بيحتفظ بالجنسية المصرية ده اللي أنا لازم أركز عليه، لأن ده في البداية وفي النهاية راجع لبلده، ده مسافر وراجع. لكن في اخواننا في مناطق تانية بيسافروا وبيستقروا وبياخد جنسية تانية وبيبقى مواطن تاني. نعم، بس طبعا هو لا، يعني ده لا يمنع الاهتمام بكل المصريين في كل الدول، لانه في الاخر هم منتمين. لكن فكره ان هو بيعود لبلده ده بيديله، يعني في خط واصل مستمر ما بينه وبين مصر وبين عائلته في مصر، فبالتالي كل ما يهم المصريين في الداخل بيهمه هو ايضا. طبعا، لان هو راجع نمره واحد. نمره اثنين، المصري اللي موجود في الدول العربيه عارف ان في خطه زمنيه 4 سنين 10 20 وراجع تاني، فبيهمه مستقبل ولاده، فالانجازات اللي تمت دي اذا انا مش هستفيد منها بس انا واثق ان ابني هيستفيد منها. وفوق ده كله ان نتيجه الانتخابات اللي بتتم، انتخابات المصريين في الخارج، هي مؤشر ورؤيه للانتخابات اللي هتتم في مصر، لان انا موجود هنا بس اهلي موجودين في مصر. صحيح. والتاني موجود في الكويت واهله في مصر، والتالت في فرنسا واهله في مصر، فدي مؤشرات قويه تبين قد ايه الاقبال، تبين قد ايه الانتماء، تبين قد ايه الرغبه في نعم. استمراريه الانجازات اللي حققناها. طيب دكتور حسن، التواصل مع المصريين في السعوديه وحضرتك رئيس بيت العائله المصريه، يعني اكيد مواقع التواصل واكيد وسائل التواصل الواتساب وغيرها من وسائل التواصل، هل يعني كيف يكون التفاعل ويعني التعامل مع هذا العدد من المصريين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ احنا في عندنا ناس كتير مهتمين بالتواصل، وناس ليهم مواقع وبيشرحهم دايما للجالية ايه الانجازات اللي تمت وايه مشاكلك عشان نحلها، علاوة على ان السفارة والقنصلية ليها دور جميل الايام اللي احنا فيها دي، فترة زمنية مش قليلة، تواصل ولقاءات واجتماعات في المركز الثقافي، كل دي حاجات بتجعل حبل الود المتواصل بين الحكومة متمثلة في السفارات في البعثات الدبلوماسية وبين الجالية كشعب. نعم، فالتواصل مستمر بالدور الجميل بتاع القنصلية والسفارة والمكتب الثقافي. طب من خلال موقعك حضرتك شايف ازاي تفاعل الناس مع دعواتكم ويعني تنويهاتكم والمواد الدعائية اللي انتم بتحضروها وهكذا؟ التفاعل بان في الاقبال، انا بقول لحضرتك امبارح الاقبال كان غير متوقع. نعم. مهما كان في تفاؤل، اللي حصل امبارح فاق كل التفاؤلات والتوقعات. فده طبعا ما تمش الا في اسس وفي قواعد وفي انتماء وفي انجازات باينه للعين، دفعت المواطن ان هو يروح ويدي بصوت. بقول لحضرتك في مدن 12 و14 ساعه بالسياره علشان يوصل للقنصليه يدلي بصوته، تتخيلي اللي عامل ده كله من قلبه يبقى ايه؟ بالتأكيد. كل توفيق إن شاء الله، وإحنا متابعين مع حضراتكم هذا المشهد الانتخابي على مدار اليوم وغدا بإذن الله، وكل التوفيق لحضرتك وللمصريين في المملكة العربية السعودية. الدكتور حسن الجراحي رئيس بيت العائلة المصرية بالرياض، شكرا جزيلا لحضرتك.